فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع في هذه الصورة؟ أن يضع شخص عند صاحب محل يضع بضاعة ويقول له، ما حكم إيش؟ ما حكم البيع في هذه الصورة؟ نعم، وهي أن يضع شخص عند صاحب محل بضاعة ويقول له: إذا بعت هذه البضاعة فلك مبلغ كذا وكذا. لا بس، إذا وكله في بيعها وأعطاه نصيبا من ثمنها على أنه سمسرة، أجرة السمسار، لا بس. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا حدد هذا الأمر فقال: إذا بعته فلك نصف الربح فيه أو ربعه، هذا غير ما ربحت، وين يروح؟ يروح تعبه كذا، لازم يحدد السعي. نعم. وإذا ما حدد يرجع إلى العرف، إلى العرف. نعم.